العراق في دقيقة، أهلا بكم. أكد رئيس تحالف العزم ثنا السمرائي في حديث لبرنامج المختزل أن الخلافات الشخصية هي من دفعت بعض أطراف المكون السني للفرح بإقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان. دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد إلى ضرورة الإسراع بصرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم والعقود ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية، خاصة بعد قرار المحكمة الاتحادية. أكدت لجنة المالية النيابية أن إجمالي موازنة العام الحالي بلغ نحو 228 تريليون دينار. أعلنت خلية الإعلام الأمني مقتل الإرهابي سمير خضر شريف النمراوي بعملية نوعية على الحدود العراقية السورية، المسؤول عن عمليات نقل الإرهابيين والأسلحة والمعدات والمتفجرات بين البلدين. في الختام، شكرا طيب المتابعة، إلى اللقاء.